الجنرال فيتشر بتاع الفيمر، زي ما احنا شايفين دي الابر اند ودي اللور اند. الابر اند فيها الهيد وادي النك وادي الجريتر تروكانتر وده الليسر تروكانتر. طبعا مجلي الهيد اهي الاقيها مور ذان هاف هاف اوف سفير، يعني اكتر من نص كوره، وسموث اهي، وارتكوليت مع الاستابلم عشان تعمل الهيب جوينت. في الهيد بلاقي فيه هنا فوفيا، حفره او نقره اسمها فوفيا، بتمسك فيها ليجامنتوم تيريز او ليجامنت اوف ذا هيد اوف ذا ايه فيمر. مجل النك هلاقيها هنا عامله زاويه 125 درجه مع الشافت، وطبعا النك لما تلاقيها رفع على الانتيرور سيرفيس، لما تيجي النك دي تتحد مع الشافت من قدام بيتحدوا في الانتر تروكانتريك لاين. هنا اللاين اهو اسمه انتر تروكانتريك ايه لاين اهو. طبعا ده بيوصل ما بين الجريتر تروكانتر وبين الايه الليسر تروكانتر، يبقى ادي الجريتر تروكانتر وادي الليسر تروكانتر وادي الانتر تروكانتريك ايه لاين. المفروض ادي النيك هنا باين هنا من على البوستيرور سيرفس. هنا بحب اقول حاجه، الكبسول اوف ذا هيب جوينت تمسك في الانتر تروكانتريك لاين انتيريورلي، ورا في الخلف المفروض ده الجريتر تروكانتر وده الليسر تروكانتر وده الانتر تروكانتريك كريست. المفروض يمسك هنا في الانتر تروكانتريك ليه كريست، بلاقي لا كبسول بيمسك في الميدل اوف ذا هاف اوف ذا نيك اوف ذا فيمر. يبقى الكبسول بتاع الهيب جوينت ماسك هنا، يبقى معنى كده ان النص الميديال للهيد للنيك اوف ذا فيمر انترا كابسولار والنص اللاترال اكسترا كابسولار. يعني الكبسول لما يمسك هنا الجزء ده يبقى جوه الكبسول بتاع الهيب جوينت وده بره الكبسول، لكن في الانتيرو سيرفيس بتاع النيك كل الانتيرو سيرفيس بتاع النيك داخل في جوه الجوينت اللي هي بيسموها الهيب جوينت. ده الجريتر تروكانتر وده الليسر تروكانتر وده الانتر تروكانتريك لاين. ده من الباك ده الجريتر تروكانتر وده الليسر تروكانتر وهنا الانتر تروكانتريك ايه كريست. هنا واضح ده انتر تروكانتريك لاين لكن هنا في انتر تروكانتريك ايه كريست. الانتر تروكانتريك كريست ده في حته عاليه اهي اسمها كوادريت تيوبركل، الحته العاليه دي فيها اسمها ايه كوادريت ايه تيوبركل. ده الابر اند. لما نيجي للاور اند ده الميديال كوندايل وده هنا اللاترال كوندايل، ده الميديال كوندايل وده اللاترال كوندايل. الميديال كوندايل فيه هنا ميديال ايبي كوندايل واللاترال كوندايل فيه لاترال ايبي كوندايل. في فوق الميديال ايبي كوندايل فيه تيوبركل، هنا التيوبركل على الميديال سايد على الميديال كوندايل فيه تيوبركل اسمه الدكتور تيوبركل، يبقى ده ميديال ايبي كوندايل وده هنا ايه الدكتور تيوبركل. وده انتر كوندايلر نوتش، يعني دي كانت دي ميديال كوندايل ودي لاترال كوندايل، ده انتر كوندايلر نوتش او انتر كوندايلر ايه فصه. ده الشافت اهو سموث انتيرورلي اهو، لكن بوستيرورلي هنا في لينا اسبرا. اللينا اسبرا لما انزل بيها لتحت لا فبص يعمل لي لاين تو لاينز ميديال سوبرا كوندايلر لاين وده لاترال سوبرا كوندايلر لاين، يبقى ده لينا اسبرا وده ميديال كوندايلر ميديال سوبرا كوندايلر لاين وده لاترال سوبرا كوندايلر ايه لاين. اما اطلع لفوق هنا لينا اسبرا ابص الاقي يعمل لي خطين هنا يتقسم لخطين، ادي هنا سبايرال لاين ده الجزء ده اللي طالع ده اسمه سبايرال لاين والجزء ده اسمه جلوتيال تيوبروزتي. يعني لينا اسبرا اتبعه لفوق الاقيه عمل خطين بدل خط واحد، خط اسمه سبايرال لاين وخط تاني اسمه جلوتيال تيوبروس، اتبعه من تحت الاقي هنا ميديال سوبرا كوندايلر لاين وده هنا ايه لاترال سوبرا كوندايلر ايه لاين. طبعا ده الهيد نيك جريتر تروكانتر ليسر تروكانتر شافت ميديال كوندايل لاترال كوندايل، ده هيد ونيك جريتر تروكانتر ليسر تروكانتر، ده انتر كوندايلر، ده اللي هو الخط الانتر كوندايلر لاين وده انتر كوندايلر كريست وده اللي هو الانتر كوندايلر كريست. وهنا دي كل دي ده كوادريت تيوبركل اللي هو على الانتر كوندايلر كريست، هنا في كوادريت ايه
تيوبركل، وبعدين ده لينا اسبرا، ده ميديال سوبرا كوندايلر لاين، وده لاترال سوبرا كوندايلر لاين، وبعدين هنا لينا اسبرا بيطلع على فوق، بيطلع هنا يبقى ده سبايرال لاين، وده تيوبروستي اسمه جلوتيال ايه تيوبروستي. ده الجنرال فيتشرز اوف ذا فيما.